انا مش قادرة اعمل كده. انا بحبك وعايزاك وكل حاجة، بس مش هيجيلي قلب ان انا اقتل عيالي. انت شايف ان ده الحل؟ ما هنجيب عيال تانية بجد يعني؟ مش هتسيبني؟ مش هتخلى عني صح؟ طيب ماشي، طب اقفل دلوقتي. انا عارفه ان انا بعمله ده غلط، بس لازم اعمله. يا عيال، ماما عيد ميلادها النهارده، وانا الصراحه معيش فلوس ان انا اجيب لها هديه. وانا هديها الهدايا اللي معايا، انت تديها باص وانا هديها ودي، ماشي؟ وهي كانت بتلعب معانا بيه. انا بكره بقيت تلعب اطفال شويه. بس بكره خلاص كنا عاوزين لما يبقى معانا فلوس هنبقى نجيب لها، ماشي؟ بس خلاص يلا مش مشكله، يلا بقى خبيهم عشان ايه لما تيجي. خدي يا ايه يا حبيبي البيبسي، خدي يا ايه اشربي يا حبيبي. ماشي يا بصي، استني قبل ما نشرب، خد ده كده. كل سنة وانتي طيبة يا احلى امي في الدنيا. كل سنة وانتي طيبة. على ايه؟ النهاردة عيد ميلاد. صحيح، هو انتوا منزلين الالعاب ده بس وده ودي، مش دي العاب كلها بتلعبوا بيها؟ بس عادي يعني. يعني انتوا فاكريني وانا كنت عايزة اعمل فيكم ايه؟ فينا ايه؟ اعمل لكم يعني. ماشي، بس انا اتفقت ان انا هعمل كده، مش هينفع ارجع في كلامي مهما كان. وفي ايه؟ انا مستحيل اخسر. اتفضلي اتفضلي. ايه؟ خلاص اتفضلي. ايه؟ انا ما كنتش قصدي اعمل معاكم كده، بس ايه يعني؟ في ايه؟ انا مش عارفه، بس انا غصب عني. انت عارفه ان انا قعدت كتير قوي عشان اعلمكم واربيكم، وابوكم ما كانش بيسال عليكم صح؟ انتوا عارفين ان انا صرفت عليكم كتير، وعارفين كويس قوي ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانكم صح؟ ماما بس انا مستغربة، انت بتعملي الكلام ده ليه؟ احنا عارفين ان انت طيبة وطول عمرك طيبة علينا. انا عارفة ان انا كده، انتوا عارفين ان ابوك ما كانش بيسأل عليكم. خلاص. انا مش قصدي ان انا افكركم بيه، بس انا كمان برضو هعمل ايه؟ هفضل طول عمري اربيكم بس؟ خلاص وما بصش لحالي ومستقبلي، وانا لسه صغيرة ومتجوزة وانا صغيرة. خلاص بس خدي هدايك كده بقى كده، بس كده يلا. بس لا، مستحيل اعمل فيكم كده. مستحيل في ايه؟ لا ما تشربوش بيبسي، غلط ما تشربوش. لا مستحيل اعمل فيكم كده، مستحيل ان انتوا تعملوا كده عشاني وتجيبوا لي هدايا عشان عيد ميلادي وانا اعمل فيكم كده وانتقم منكم. لا كتير إيه؟ مننا في ايه ده بيبسي يعني؟ لا مستحيل. الو، انا مستحيل اعمل كده، انت فاهم؟ مستحيل. انت ما بتحبنيش، لو كنت بتحبني ما كنتش فكرت تعمل كده في عيالي. لا وبايدي. لا انا مش عايزه اعرفك تاني. في ايه؟ انا بحبك قوي، متزعلوش مني. انا كنت انانيه قوي، كنت وحشه وكنت انانيه، كنت بفكر في نفسي وبس. ابوك كمان كان اناني. انتوا ذنبكم ايه؟ ذنبكم انتوا جيتوا للحياه وجيتوا للدنيا عشان عايزين اهاليكم يعملكم كويس، لكن اهاليكم كل واحد كان اناني بيفكر في نفسه وبس. لا انا مستحيل اضيعكم من ايدي. في ايه؟ شكرا جدا على الهدايا دي. الاول لو جبتوا لي الهدايا دي كنت ممكن تضيعوا مني. مش تفهمي حاجه يا ايه؟ عمرك ما هتفهمي حاجه. انا غبيه قوي، انا غبيه ومتخلفه، انا غبيه. ازاي كنت عايزه اخلص من عيالي؟ ازاي انت هتخلص ان انا في ايه اللي حصل؟ قولي احكي لي. هي المخنوقه ومليش صحاب ولا لي حد غيركم صح؟ ان اللي بقول لكم اللي انا كنت هعمله هتسامحوني؟ لا. ايه، انا كنت حاطه لكم سم في البيبسي.
ايوه غصب عنك. انت عارفه ان ابوكوا سابكوا وما كانش فيه فلوس تانية ان انا اصرف عليكم، كل شويه خليتكوا اروح اقعد عندها يومين تنزلي فلوس كل اول شهر. في شخص انا حبيته وعايز ان هو يتجوز، كنت بحبه زمان وانا صغيره، بس اهلي ايه؟ اهلي من قبل الله مرضوش يخلوني اتجوز، فضل مستنيني 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 لحد ما عرف ظروفي وطلب مني ان انا اتجوزه مقابل ان انا اخلص منكم عشان ما يبقاش ليه حد، يبقى انا هو بس. وانا في لحظه شيطان فكرت في كده عشان اخلص منكم، بس ما كانش قصدي. ايه انت ما بتقضيش عليا ليه؟ وانت يا اياد ما بتقضيش عليا ليه؟ رد عليا قولي لي اي حاجه، بس انا حاسه بالذنب. خلاص عادي، يعني انت مسامحاني؟ كل انسان بيغلط عادي، صلح غلط. وانت كمان يا اياد مش زعلان من ماما؟ لا بهزر من فين؟ ربنا يخليكوا ليا، ما تزعلوش مني خالص مهما كان. انا عارفه ان انا كنت انانيه ووحش وهو كمان وحش، بس انا اكيد مش هعمل زيه. شكرا جدا على الهدايا الحلوه دي، كل سنه وانتوا معايا. ممكن تقعدوا في اوضتكم شويه؟ ماشي يلا. ماشي وقوم يلا. خلاص ماشي بقى. خلاص خلاص كفايه كات. اكشن.